السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسامة السعيدي، أخ الشهيد طارق السعيدي. من اللي ما يعرفش طارق السعيدي في ليبيا، أنا نوجه رسالة لسيادة المشير القائد العام خليفة بن قاسم حفتر. أنا معاش نقيت حاجة باش نوصل صوتي سيد المشير لك إلا باستخدام الإعلام، وأنا طرقت جميع الأبواب إني ناني بنوصل لك لي 4 سنين وأنا نجري، عديت للمرج، عديت للرجمة، جيت في القيادة جوا، ليش نجي نصبي لعند باب مكتبك سيد المشير ويوزعوا فيا ويحطوا فيا في الرفض ووعدوني في مقابلات وهمية، وآخر حاجة حطوني في الرفض وأنا لا نشحت ولا نبي فلوس ولا نبي حق علاجنا أخويا. يا سيدي المشير، معاش لقيت حاجة إلا التواصل الاجتماعي، نبيك في موضوع أمني مخترق، موضوع أمني ضروري، موضوع دولة وموضوع أمني مخترق دوليا، مخترق في البلاد. وراني نالي 4 سنين سيدي المشير وأنا نجري وراء القيادة في الرجمة، نوصل لعند باب مكتبك ويردوا فيا، ليش نجي نصبي لعند باب مكتبك ويحطوا فيا في زيارات وهمية ويردوا فيا؟ ليش؟ لأن في موضوع أمني ضروري يا سيادة المشير، نبي مقابلة لك باش نبي ندوي لك عليه، ولي 4 سنين وأنا ما نزيدوش عليه حد. أنا معروف من اللي معروف من طارق السعيدي في ليبيا، لكن نحنا نحك في أرواحنا، تهمشنا ممكن في الأخر بكل ما فيش حد زايد عليه حد. من اللي ما يعرفش طارق السعيدي رمز من رموز الكرامة في ليبيا، والوحيد اللي صب معايا سيد اللواء ونيس بو حمادة آمر القوات الخاصة عليهم الله ما قصر، واللي في جدة دارة. وأنا نوجه رسالة للمسؤولين اللي جيت صبيت عليهم وعارفين موضوعي شنو، نوجه رسالة للمسؤولين اللي في المرج في الحنية اللي في القيادة في الرجمة اللي في بنغازي، راهو لقد أعذر من أنظر. عندي كم أسبوع 10 أيام ما نخشش على المشير خليفة بن قاسم حفتر، عندي تسجيل آخر ونكب الشوال ونطلع الماستور، ورانينا كل واحد صبيت عليه ورانينا كل واحد صبيت عليه من المسؤولين سواء في القيادة في المارش في الرجمة في بنغازي، مثبت كاميرا بتسجيلات وبوثائق وبوراق وبتوقيعاتكم، والله ما على قول الشهيد، وانت اللي خليتوني اننا نضطر اننا نطلع في الاعلام مكي وندوي. راهو عندي كم يا مسؤولين اسبوع 10 ايام ما صار شيء، عندي تسجيل واحد اخرى، اقسم بجلاله الرحمن حنكب شوال ونطلع التسجيلات والوثائق والاوراق، وتطيح حيطه عليا من السماء، معروف من.